اختي زهرة، خلينا نخلي الخالة تقرا لها شوي. بارح فريحة كان كتير لافت للنظر. ما قدروا بأي شكل يبعدوا نظرات خليل الأفندي عن خطيبته. اليوم الصبح بكير قبل ما يقول بسم الله تنفل لخطيبته. شكله عريسنا كتير كتير متعلق بخطيبته. دخيلة حبيبة عمتي الحلوة، تعي لهون، تعي هاتي بوسة. أوه وكتير دلوعة لك وبيلبق لها كمان. وقالت له كمان والله أنا عندي دروس كتير، هيك قالت وسكرت التليفون. بنتي لك حاجة تلعبي بهالخاتم يقوم يضيع ويوقع من إيدك لا سمح الله. بس يا أمي البنت يا دوب تعودت عليه. محبس الخطبة ما لازم تتعودي عليه، لأنه ما بيصير يطول بنوب بإصبعك. تتعودي على المحبس يلي بدك تلبسيه بعرسك. لسا في عندها دراسة يا أختي. وأنتو كمان ما في غير بتقولوا دراسة دراسة، يعني يلي بيدرس ما بيتجوز؟ أنا بعرف في كتير هيك عم يعملوا. زهرة اسمعي، مجنون يحكي وعقل يسمع. يعني الشغلة ما لها علاقة بالدراسة، لأنه محبس الخطبة ما بيصير يطول بإصبعها. إيه لا تأخذينا وتركينا نحن نفكر بهالشي لك أختي. دخيلك يا روحي، طبعاً ما بيطلع لي أحكي شي طالما أمه وأبوه موجودين، وأنا ما رح أحكي شي إذا أخي رضا ما عم يحكي شي أبداً. لك فرحة أنا حابة أقرأ لك الفنجان، يلا قلب فنجانك لأقرأ. إيه خالي كولفيدان، وأنا كمان أقلب فنجاني؟ إيه قلبي أنت كمان بقرأ لك. إيه شكله رح يكون فنجان حلو كتير. ها حطي محبس الخطبة فوقه. يلا بسرعة فريحة. لا محبس الخطبة لا تشيلي بهالطريقة، لأنه بيجيب لك النحس بعدين. دخيلك أنت كمان يا أختي.